حيدوا في النار تبقى absorptive بس ما بتتحركش. نام طيب. أما بتقول فيها كده يعني كيس السيف استدي يكون absorptive في الليبيدينس. وفي الليبيدينس وصفتها ايه؟ absorptive. وفي دي وصفتها ايه؟ ما انا قلت خلاص وصفتها ايه؟ الخليه عامله كده وطلع منها الاستيلو سيل عامله كده. سموا الخليه دي ايه؟ هير سيل. صح ولا غلط؟ هير. مش مشكله بس خليك فاكرها دايما. الخليه اللي في الاير اسمها ايه؟ هير. ليه سموها هير؟ تطلع منها استيلو سيل. سهل استيلو سيل ولا صعب؟ تمام. رقم ثلاثه سيل. انا ركزت على المكان فوق كده بس ممكن تبقى جهاز تنفسي وربنا فيه. المكان بس مهم دلوقتي. احنا فاكر احنا عملنا بعض الاس كان سيرك بوينت بس هو متعب في مكان سيليا موجوده في التاني ريسبيراتوري ريسبيراتوري هرمون تيوب. حتى كده ازاي السيليا يعني المنى سائل المنى والخليه فاكرها
الخلية دي اسمها الخلية الأم. ناس بص معايا كده. فيها 46 كروموسوم. تنقسم ايه؟ كم خلية؟ 4 1 2 3 4 في المنظر؟ تس كلها عامل كده. خلية كبيرة كده اسمها الخلية الأم وفوقها 4 خلايا صغيرين. في المنظر؟ وفين كل 5 6 خلايا في خلية كبيرة قوي. حضرتك اسمها ايه؟ برافت سيرتولي. طلعت السيستيرون وطلعت الحاجات دي مش مهمه بالنسبه دلوقتي. المهم ركزوا معايا. ركزوا معايا الخليه دي شايفينها؟ لا كم سطح؟ السطح اللي فوق اسمه ايه؟ ابيكال. صح ولا غلط؟ السطح اللي تحت بيز. وسطح اسمه ايه؟ لاترا. فين الخليه هتعمل ايه؟ هتعمل فجل هنا. المنظر اول ما احتضرت الجلده تنفصل وتكون فين؟ السين. انا بقول لك ان كان يفرق كده مش واحد في لك فيه هتقول لك يا ابني هي الفرتيلا ازاي في ابيكال هي موجوده تحت الاسبرم انا الاسبرم ده في الاول كان عامل ازاي كان بالمقلوب الناس متخيله اهو الخلايا دي الخلايا الام ده كام كروموسوم 46 تنقسم ميوزيس تدي كام خليه 4 فوق بعض اهو اعلى خليه دي خالص بعد ما بتجهز نفسها يعني تجهز نفسها تجهز لما تقول كده تجهز المنظر اللي هو تبع اللي كده وده ده تجهز شويه اسمنت حاضنه جهزت كله تعمل الفلاجيلا تعمل المنظر ده فاصبح كده الفلاجيلا ايه؟ ابيكال فهمت يا شباب؟ يبقى الفلاجيلا ايه؟ ابيكال رغم ان هي في الاسكوب موجوده ايه؟ كتير هناخد بعد كده اللاترا فكروا عليه مهم جدا المنظر هي النظام كده زي الدور الاول جاي بابيكال الدور الثاني بيبقى السنه اللي بعدها تكون جايبه ميزه هو ده اهم جزء في الاسيا كنظري كل الفتة ده ممكن يجيب ست شهور نادر قوي ما تجيبه نظري بس ملاترال سيرفيس سبيشاليزيشن كده على دي مثال الصفر رقم اثنين صفر رقم اثنين الصفه الاولى يا جماعه فاكرين كنا بنقول ان الخلايا الانسيه نازله لبعضها والاسبيس بينهم اكبره ايه؟ نو اور مينيمال اور ليتل يعني الخليه نازله في الخليه لاختها مفيش بينهم سبيس طب هو يعني؟ انا مش عارف احط بينهم اسمنت فالخليه لازم مع بعض مش لازم لو زقيت واحده ثانيه هتمشي هيسيبوا بعض فعملنا ما بينهم نوع جديد من الاتصال نوع جديد من الاسمنت بس اقوى اسمه ايه؟ سيل جنكشن وده العنوان بس هو كده لاترال سيرفيس سبيشاليزيشن هو نفس العنوان واسمه سيل جانكشن هو نفس الصفه الثانيه من الاسيا ده كده التعريف هقول لك ايه سيل ميمبرين سبيشاليزيشن ملاكمه وظيفيه في السيل ميمبرين بس موجوده فين؟ على اللاترال سيرفيس يعني بين مين؟ بتوين الادجيسنت ميكسيريال سيلز سهل التعريف؟ تمام ايه وظايفه؟ ما هي رقم واحد يمسك الخلايا ببعضها. ما انتوا معنى كده؟ تمام برافو الخلايا فيكسيشن صح؟ كانت بتقول كده في اول صفحه فيكسيشن الخلايا تبقى لازقه ببعضها. هو كده عم تسمع؟ فرصه انت خدت ليه؟ ما هو مفيش اسمنت هو اه لازم الخليه اللي جنبه. لكن سهل قوي ان انت ايه؟ تفصل فدي اهم سيل جنكشن كده عليك تقول تمسكهم كده. ده اقوى من الاسمنت كمان. رقم واحد بروفايد سترونج اتاتشمنت اوف ذا ادجيسنت سيلز اللي هي الفيكسيشن في العرض خلاص رقم اثنين يمنع مرور المواد ما بين الخليه اهو انا جاي عدي انا مش عارف اسمها هو عدي بريفنت الباسج اوف سبستانس في السبيس ده اسمه انترسيلر سبيس الوظيفه الثالثه حسب النوع لسه هناخدها يبقى كده اي سيل جنكشن ليه كام وظيفه؟ في الغالب ثلاثه دايما تكون ثلاثه الوظيفه الاولى فيكسيشن سترونج اتاتشمنت بين الخلايا الوظيفه الثانيه ما اعرفش عدى بين الخليه دي الوظيفه الثالثه حسب الوظيفه نقسمه كمان احنا متعودين هنقسمه في الاول حسب المسافه بين الخليه دي حسب المسافه بين الايه؟ ممكن يبقى المسافه مفيش هتيجي معانا كده 0 نانو متر يعني لما جينا نقيسها بالنانو متر
ميتا وما تدنيش اي رقم زيرو نانو ميتا. وده اول نوع اسمه تايت. وكلمة تايت معناها ايه؟ زيرو. كلمة الأرقام كلمة تايت يعني زيرو باللاتيني اسمها اوكلودنج. برضه معناها مخبأ صح؟ تمام يا جماعة؟ يعني مسافر الخليتين كام؟ زيرو بالسنتي ولا زيرو بالملي؟ طيب زيرو بالايه؟ النام هو أصغر حاجة خالص. يعني كلمة الخليتين خلية واحدة. رقم اثنين المسافة تكون كبيرة شوية من 15 ل 20 نانومتر. وده اسمه ادهيرنج. يعني ادهيرنج متلاصق بقى يعني معلش عكس الاول قوي طيب محكم. في ما بينهم ما بين الخليه هذه المسافه يعني ده خليه ايه؟ هو ده الخليه اهو. في ما بينهم كده بروتين شبه الاسمنت برضه اسمه انكر. فاكر انكر يعني ايه؟ اللي هو ايه؟ بتاع السفينه. في يا جماعه انكر؟ اللي هو الحلم بتاع السفينة اسمه أنكور. ده بيعمل ايه؟ بيثبت السفينة في المينا ولا في المرسل نفس القصة بيثبت الخلية في الخلية اسمه أديرنج أو أنكور. ده نوع اثنين. ما النوع الثالث؟ هذا مثلا دي على سبعة. يعني تقريبا من اثنين لثلاثة نانومتر. يعني مسافة صغيرة أوي ما توصلش للصفر. ولا الخلية مع الخلية اللي جنبها منهم كوبري. فاكر ده فاكر ده من كده؟ سلسلة. بص ده اسمه كوميونيكيتنج اسمه تاني. بس في فراغ ما بين الخليتين، هنا في فراغ كبير بس الفراغ ده ايه؟ مش شايفه. لكن انا الفراغ ده كويس اسمه جاب. جاب يعني فجوة. احنا مش بنغير كلامنا يا جماعة، احنا من الأول قايل إن الإنتر سيلولار سابستانس مينيمال. يعني مش واحد يقول لي ما أنت فين الإنتر سيلولار سابستانس أهو. بس مينيمال جدا. ده مسافة كام؟ بالنام ده أصغر حاجة جدا. هو فعلا هو مينيمال. أو هنا نو مفيش انترسولار سبستنس. أو هنا مينيمال. فهمنا يا شباب؟ ودلوقتي بعمل إيه؟ بقسم السيل جنكشن حسب المسافة ما بين الخليتين. أو ما اسمه إيه؟ تايت أو كلودنج. مسافة كام؟ الناس تكتبها زيرو نانومتر. الخليتين لازم في بعض تمام ما عنديش كده. مسافة. رقم اثنين الديرنج او انكر مسافة كبيرة من 15 ل 20 نانومتر لكن هي مقفولة الاسمنت اللي جواها اسمه الديرنج او انكر. انكر اللي هو المثبت. الديرنج معناه متلاصق. النوع ده اسمه ايه؟ كوميونيكيتنج او كيك كيك. مسافة كام؟ 3. خلي بالك مسافة ماشية بالترتيب. اول واحد زيرو. ثاني واحد مسافة كبيرة من 15 ل 30 أو وصلوا 15 ل 20. ثالث من 2 ل 3 بس دي مهمة عشان تتحفظ. في تقسيمة ثانية بس حسب الشكل. حسب الإيه؟ يعني حسب الشكل. يعني ممكن الخلية تتصل بكل جيرانها. أنا عايزكم تتخيلوا إن الخلية تبقى في النص كده. هنا في خلية وهنا خلية وهنا خلية وهنا خلية. فالخلية دي لما تعمل السير جامب أي نوع من الثلاثة اللي دول بس مع كل الخلايا اللي حواليها نقوم نسميها الزونيولا. اسمها ايه؟ كلمة زونيولا يبقى لها حزام. هو مش عامل زي الحزام؟ هو الحزام بيعمل ايه مع الواحد؟ حاطه من كل ناحية ورسمة رسمة دي كده. اسمها ايه؟ زونيولا. طب لو الخلية عمل اتصال مع باي فقط. الخلية الناحية دي. لكن هنا مش عاملة ولا هنا عاملة ولا هنا عاملة. ده اسمه ايه؟ اسمه فاشيا. اسمه ايه؟ كده. كان في المنظر شرير. ما بيسمش دايرة طبعا. هو مش شرير كده. النوع التالت ده نقطة صغيرة بقعة اسمها ماكيولا. يعني بقعة. زون هو ثالث حسب الشكل. حسب الشكل هو اسمه ايه؟ زون. شايفينه؟ يعني زون ده حزام. مكتوب عندك ايه بقى في الانجليزي؟ رينج. رينج يعني ايه؟ حلقه. جردل. كلمه معناها حلقه اهو. بس عرفت ايه؟ عرفت ايه؟
مساجد كتير بتبقى معناها حلقه يعني. ممكن يكونوا حتى تعرفوا من بيلت. عارفين بيلت يعني ايه؟ حسام. حسام. مين يا جماعه بيشتغل اللي هو على الشوال كده و بقى ولا بس ممكن
كم شكل؟ شكلين. النوع الثاني ثلاث اشكال. النوع الاخير شكل واحد ما بتعملوش هو المكان. فهمت؟ نبدا نطلبه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه واحد اللي بتاعه على طول. السبب يدخل قدام المواضيع المهمه. ايه الفكره؟ بتاعت الاول بص معايا كده. طبعا اهم مثال هنا معايا هي ايه؟ المثال بتاع السيستم اسمه سيمبل بلانر ابروتش. سيمبل بلانر يعني كده. يعني واحد هو اللي اختار ليه سيمبل ابروتش كده بتتكلم على خطوه ايه؟ مايكرو فلاي. المايكرو فلاي ده المقص. المنظر فين لاتر الموتر؟ اهو. المنظر هو ده لاتر الموتر. دلوقتي المادة اللي هنا أنا عايز أمتصها. عايز أمتصها عن طريق مين؟ المايكروفلار. اشمعنى؟ عشان عارفها ريسبتور المايكروفلار. فالمايكروفلار تقدر تختار مين يدخل ومين ما يدخلش. لما يدخل في بكتيريا في الانتست تدخل بقى الحتة اللي ما تدخلش دي عشان عليها ريسبتور. فلازم أمنع أي مادة تعدي منين؟ من الحتة دي. فلازم أعمل إيه؟ اللي هو أوبلانس. كوبري المسافه كام؟ زيرو. ما يعديش الهواء، ما يعديش اي ماده حاده ولا صغيره. يبقى اي حاجه في التجويف ما تعديش ما بين السبيس ده. فكده تروح فين؟ على الكورنيه اللي بتيجي قدامك. بحيث انا عايز تعدي من جوه الخليه. عشان الخليه تختارها. نيجي بقى ونحط ايه؟ هو الكلام ده هيكتبه تاني بس بطريقه اسهل من كده، بس ما يقدرش يكتبوه لبعض الناس. اوكلودنج جنكشن. يعني ايه اوكلودنج تاني؟ المسافه صفر فور اسلكتيف بيرميابيلتي بارير. بارير يعني ايه؟ حاجز. بيرميابيلتي يعني ايه؟ هيعدي. بس سلكتيف بايه؟ بمزاجك عليها ريسبتور. يعني هذا البارير عليه ريسبتور غير مايكروفلور. اكروس البسيكال سيستم. خلي البسيكال سيستمشن سيل. أحكام سيل يعني كومبينيت سيبريت. بيفصل هذه الخلايا الخلايا كلها في اتجاه والتجوز ده في اتجاه تاني. مفيش أي مادة هتعدي. كلمة سيل معناها كومبينيت سيبريت. معناها بتعزل تماما الخلايا ان وي. ان وي يعني ناحية. طبعا ده ايه؟ ايوه معناها في ناحية. ذات اللي هتفصلها او تمنع ايفن حتى السمول مولكيول فروم ليكينج. ليكينج يعني تتسرب. فروم وان سايد للناحية التانية من الشيت. الشيت يا جماعة دي اللير. دي كده على بعضها بص معايا كده اسمها شيت. اسمها تاني؟ شيت. شيت يعني لير. معايا يا جماعة؟ هو بيقول ايه؟ ان هذا الجنكشن هو مسافه صفر بين الخليتين وتعمل سيلكتيف بالرياليتي بارير. تمام؟ اللي بيفصل تماما الناحيه دي حتى لو اسمهم كلز ما تعديش. خلاص كده هم يا جماعه هنشوف هو هيدوك التفصيل دلوقتي. بس انا بقرا بس اسئله كتير يعني هو عامل افكار قادمه يعني. يلا يا جماعه عامل اسمه ايه؟ زين انا اقول لك اول حاجه مفهوم عندكم ايه؟ ماشي. اللي عايز يشرح عنه يشرح عليه. هيعيدهم تاني في الفانكشن بس بطريقه افضل من كده. بس انا بقراهم اللي عايز يترجم. اول واحد اسمه ايه؟ الزوجة اوبرنا. تعريف بيبقى ايه؟ قول معنى الكلام ده ايه؟ يعني ايه الزوجة؟ يعني حزام. اوبرنس يعني مسافه صفر. كده كده كده. ذا ديستانس بتوين تو سيلمن بين الزيرو. معنى كلمه ايه؟ اوبرنس. وعلى كلمة سنولا بنت لايك هتلاقيه بيقول ايه؟ انسيركل يعني بيحوط. ذا انتاير انتاير يعني ايه؟ كل سيركمفرنس المحيط بتاع الخلية. معايا يا جماعة؟ أول نوع اسمه سنولا اوكلانس. المطلوب منك في الامتحان نص الكلمتين دول. سنولا يعني بنت لايك. اوكلانس يعني مسافة زيرو. طب منظره ازاي؟ معايا يا جماعه؟ ادي خليه اهي وادي خليه، خليتين متعاملين كده.
teeth of zebra معناها أسنان السحاب وزن العربية الفصحى السحاب والله ما عرفش ما عندي الناس يعني هم هي كده فعلا عارفين يا جماعة عامل زي ايه زي الدوس سموها ايه سموها عاشق ومعشوق يعني عاملين كده في بعض بس عايز ارسم لك عامل كده ازاي ان الخلية تيجي تعمل كده صح والتاني ايه داخل فوق منها زي السوسكه فعلا وانت بتعمل السوسكه عملت كده ايه فصلت اللي جوه عن اللي بره هيك كده كده برضه كده في الجسم يا جماعه كده في سوسكه شايفين السوسكه دي اهو ما بين الخليتين يبقى انت فصلت اللي هنا عن اللي ايه اللي هنا عمر اللي هنا ما يعدي هنا ما يعدي ولا مين المايكروباين هنا خلاص بعد كده ليه الصيد موجود فين انتستين اهو انتستين خليه الانتستين اسمها ايه اكتب عليه كولامنر ابزوربتيف من قوس المايكروباين زي ما سمعتك تحت على كده دول عامل ازاي بس دي جميله جدا والله هي يا جماعه تخيلها ايه دول عامل زي الصوابع ازاي اسمها مايكروباين يبقى المكان في الانتستين خليه الانتستين اسمها ايه ابزوربتيف يعني مايكروباين المكان الثاني في البرين كابيتال يعني ايه برين كابيتال شعيرة دمويه شعيرة دمويه الخلية بتاعتها اسمها ايه قلناها قبل كده اندوثيليا اندوثيليا انتوا معنى كده طب هتعرف ايه البرين في نوع دم من السيل جنكشن عشان يعني اي حاجه الا اهو يا جماعه دي البرين كابيلاري تعرف برين كابيلاري يعني ايه شعيرة دمويه حاجه عامله زي الشعر كده بس ماشي فيها ايه دم مش فيها بلاط الخليه بتاعتها عامله كده شايفين الخليه دي اسمها ايه؟ سيمبلس هوموسيكسيكي صح؟ اللي اسمه درع بتاعها ايه؟ اندوسين مش المنظر؟ دلوقتي انا عايز الخليه بتاعتها دي جلوكوز وجازز اونلي يعني حتى البرين بيستهلك الفاتي اسيد هو مش عايز اللي ايه؟ السكر قلت الحته دي كده اهو واعمل مسافه كام؟ صفر عشان ما تعديش اي حاجه عشان كده المخدرات اسعار مش كل المخدرات بتعدي مش كله بيعدي معايا يا جماعه يعني في الهيروين اول ما بتشوفوك الحاجه اللي فوق مش شغاله كان اسمه مونوتيولز كان بيعدي بسهوله جدا كده ما بتعرف ازاي الحاجات دي بتعدي الناس دي بتعدي بس الكميات بسيطة خلاص يا جماعة حد هينسى أول نوع اسمه سيلولا أوبلنس موجود في الانتستين موجود رقم اثنين في البرين كابيلاري صح كده؟ نوع كان اسمه ايه؟ ترجم يلا أوبلنس يعني مسافة كام؟ وأنا حد ما تفهم كلمة معناها ايه؟ وفاشل مكتوب عندك ايه بقى؟ ستريب مكتوب ستريب صح مكتوب كلمة بان شريط معناها كلمة باتش برضه معناها شريط انكمبليت سيل يعني ايه كلمة انكمبليت سيل؟ فاصل بس مش كامل يعني في فتحة في فتحات هو يا جماعة أول نوع اسمه زونيولا أوبلنس أهو أنا أديك مثال يعني هذه الخلية متصلة بكل الخلايا اللي حواليها فعامل سيل يعني فصل تماما أما ده incomplete seal خلاص موجود فين؟ في برضه بلاد فيزلز بصفة عامة بلاد فيزلز بصفة عامة في أي مكان ما بين الانتوسيلر سيلز معايا كده؟ يبقى المعنى كان اسمه ايه؟ فانكشن ماشي سوري أول وظيفة خدناها اللي هي ايه؟ وظيفة اتاتشمنت فيكسيشن الوظيفة التانية خدناها اللي هي ايه؟ يمنع المادة العافية ما بين الخليتين الوظيفة التالتة برضه خدناها قبل كده بس من زمان قوي بص معايا طيب الخلية تمام؟ وادي الخلية اللي جنبها وادي الخلية التالتة الخلية دي تمتص من فوق لتحت تمتص المادة وتدخلها جوه تمام؟ تدخلها جوه عن طريق كاريا
ترسيل من بلين في الليفي كونديشن درجة حرارة 37 هنا اخباره ايه؟ ليه ودي صح؟ مرسيل من بلين بتكون من ليفي ليفي يعني ايه؟ درجة حرارة 37 زي ايه؟ ليه ودي يعني زي السم زي كان عامل زي البحر وبالبنش ده مين ايه؟ يمشي يتحرك يجي هنا ساعتها انا مش عايزه فعملنا ايه الحته دي يابا؟ طيب جامب يعني مسافه كام؟ صفر فده عمره ما يجي هنا ولا يجي هنا خدام كده خلاص يا جماعه والمكاتب سلسله كلام معايا يا جماعه بس هنبدا ببعض اهو السطح ده اسمه ايبكس اسمه ايه؟ يبقى ناحيه مين؟ التجويف هنا الواد عايز اقصها يبقى الكارير موجود فين؟ في الاماكن دي لكن السطح ده اسمه ايه؟ لاترال مش محتاج فيه وسطح تحت بيزل انا عايز الريسبتور او الكارير اللي يمشي هنا ويجي هنا يفضل ينزل كده يجي يدخل ما يعرفش يدخل ليه؟ طيب جنب كده نخليه ايه؟ مسافه صفر تعالى يعدي خالص هذا المكان خلاص ريفنت طبعا هو خالص من بريد ولا انتجرال؟ انتجرال هو برضه خالص من بريد هو بيتكلم ويتحرك يحب السيرفس وروح يفيد ولا تفيد ليه؟ عشان
اسمها خطوط الإبلاغ. ليه؟ معناها حتة لمسة اهو. وكده عندي بقى ايه؟ اتنين. Thank you.
اللي كده
وعليكم السلام، ازيك يا عسل؟ كويس. ايه؟ لسه اهو لغاية واحدة. طيب. لا شوف. لا تكون هتيجي عشان ماشي. طيب